مدن كثار في العالم كيتنافسوا على الريادة في جميع المجالات، من التعليم، الصحة، الأمن، الخدمات العمومية، الطرق، المطارات والجانب الثقافي اللي فيه كل ما كيضمن الترفيه لسكان ديك المدينة من دور عرض، مركبات ثقافية ومسارح وساحات للرياضة وأماكن يقدروا يتنزلوا فيها ويديروا الشوبينج بحال المولات. ومدن كبار كيتنافسوا باش يحسنوا من مستوى العيش ديال سكانهم ويجيبوا مستثمرين وسياح كثار. وكتعتبر الدار البيضاء من بين هاد المدن واللي كتنافس بقوه حجات في موقع استراتيجي وملتقى الطرق بين افريقيا اوروبا والمشرق، وهي المحرك الاقتصادي ديال المغرب، وحيت كتميز بخليط ثقافي كبير ومتنوع سواء محلي او عالمي، فيها جميع الاجناس والاعراق. الدار البيضاء اغلب سكانها شباب اللي الطاقه ديالهم كتبان في الطاقه ديال مدينتهم. مدينه كازا مدينه اللي منها كيتخذوا التجارب اللي استقوا فيها وكيتعموا على باقي المدن. في الدار البيضاء اللي بغيتي تلقاه ومنها تقدر تمشي فين ما بغيتي بفضل شبكه المواصلات الكبيره من مطارات وميناء، واللي بهذا الشيء كامل قدر تجيب مستثمرين كبار وسياح من كافه دول العالم. لكن هذا الشيء ما كافيش، مازال كاينين فيها مشاكل اللي كل كازاوي يعرفهم، وحيت كازا مدينه كبيره كيف ما الانجازات اللي فيها كبار حتى المشاكل ديالها كبار. كاينين تحديات في العديد من القطاعات بحال المواصلات، التعليم، الصحه وزيد وزيد، وهذا الشيء اللي كيبغي منا التزام كبير باش نواجه هذه الانتظارات اللي مكبله لينا المدينه انها تكون رائده في العالم. كلنا خاصنا نوقفوا على تطور مدينتنا، وهذا الشيء علاش تطلق مخطط التنميه ديالها واللي الهدف منه تطوير المدينه في افق 2020. وباش نواكبوا هذا المخطط تم اطلاق العلامه الترابيه اللي كل كازاوا اعطوها اسم حنا كازابلانكا. هذا الرمز اللي غادي يميز كل قطاعات تنمويه اللي كاينه في المدينه. هذا الرمز ما جاش وتحط غير هكاك باش نضيعوا فيه الجهد الوقت والفلوس بحال اللي كيظنوا البعض. هذا الرمز هو وسيله باش نوحدوا التواصل ديالنا على مستوى الداخل والخارج. ملي هاد العلامه كتكون عندها قيمه ايجابيه بين الناس ملي كيسمعوها، فهي غادي تنعكس على كل سكان كازا من شركات وفنادق، مطاعم، تجار الى اخره. الهدف من هاد العلامه اللي تعطات لكازا انها تجعلها ماركه عالميه مربوط بها كل الافكار الايجابيه، وهذا الشيء اللي غيخلي سكان العالم كيطلعوا يجيو يزوروها، يكتشفوها ويستثمروا فيها. ولكن هاد الشيء ما نقدروا نوصلوا ليه بالشكل المطلوب الا الى نخرطوا كل محبيها وكل السكان ديالها وكانوا سفراء حقيقيين ديال مدينتهم. كيفاش غادي تكون سفير؟ سهله، غادي تدخل الموقع الالكتروني www.wekazablanca.ma، تسجل فيه وساهم في التنميه ديال كازا عبر الاقتراحات ديالك المهمه واللي غتخص جميع القطاعات. بارطاجي التصاور ديال الاماكن اللي زرتيها وعجبتك، وهكذا يقدروا كازاوا والسياح يمشيوا ليها وشحال من حاجه اخرى اللي غتساهم في تطوير المدينه. كازا مدينه الفنانه، مدينه الرياضيين، مدينه العمال والموظفين، مدينه الشباب. نوقفوا جميع باش نعطيوها دفعه اكبر للامام، حيت هي حنا وحنا كازا، وهكذا غادي يولي عندها صيت عالمي كبر وتشهي الناس من كل مدن العالم انهم يزوروها ويستثمروا فيها. كازا مدينتي ومدينتك، حنا كازابلانكا.